عندنا الدورة العادية ديال شهر يوليوز اللي هي آخر دورة في هذه الولاية الحالية، وكما شفتوا فيها جوج جلسات. الجلسة الأولى فيها بعض النقاط اللي بقات لنا في البرنامج التنموي، أولا كتكون واحد النقطة حول الميزانية، دائما تعديل الميزانية. ثانيا فيما يخص إعداد التراب، هناك تصميم الجهوي لإعداد التراب لسخات، هذا مشروع مهم لأن يخطط لنا التنمية ديال الجهة من دابا 2046، إذن على 25 سنة، اللي كيبين يعني بعد تشخيص اشنو هما يعني اشنو هي المستقبل ديال الجهة والمشاريع اللي غادي تدار وفين غادي تدار، غتكون واحد يعني تخطيط مجالي كذلك اللي صادق عليه المجلس، لأن هذا من اختصاصات الجهة. وعندنا كذلك واحد الشركة ديال المجموعات، واحد المشروع ديال المجموعات الجامعات الترابية. وفيما يخص السياحة هناك مشاريع مهمة، أولا واحد المشروع ديال كبير ديال أغروض، لأن أغروض بعد ما سالينا في تغازوت أغروض كاين واحد العقار ديال 600 هكتار تقريبا قد تغازوت، وهذا غادي نديرو في التركيبة ديالو، غادي تكلف به الجهة مع لاسميت لأن هي اللي عندها يعني العقار الوسخات داك التصميم ديال الجهوي لإعداد التراب. إن شاء الله هذه حطينا الأسس ديال الانطلاقة ديال الاقتصاد. فيعني هاد الأسرات بعد ما دار التشخيص والمؤهلات وكذلك يعني السياسة، راه صاحب الجلالة بغى هاد الجهات تكون هي قاطرة ديال التنمية ديال المغرب، لأن مغرب الجهات اللي هي وسط المغرب، وإن شاء الله يجيو التجهيزات اللي باقي خاصنا كالقطار إذن ونزيدوا مطار آخر، لأن ماشي مطار ميناء آخر نوتربور، إذن هادو غادي يكونوا يعطينا التجهيزات الكافية باش تكون انطلاقة اقتصادية. مجلس جهة سوسمة سيعقد آخر دورات ديالو في هذه المرحلة الانتدابية، وهي دورة يوليوز واللي كتعرف مناقشة 23 نقطة مدرجة بجوال الأعمال، واللي كتهم إما تحويلات مالية أو لا إحداث شركات، أو كذلك نقطة فريدة وهي المتعلقة بالمخطط الجهوي لإعداد التراب. بالنسبة لعموم هذه النقاط هذه اللي هي مدرجة، نعتبرها بأنها يعني نقاط مهمة جدا، نقاط عندها يعني الآفاق المستقبلية، وخاصة أنه فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالوسخات يعني لو شيما ريجيونال تيريتوريال، واللي غادي يحطنا في يعني اليوم في المسار اللي احنا كنتمناو انه الجهات توصل ليه، خصوصا انه الارقام اللي اعطتها اللي اعطاها المكتب ديال الدراسات هي ارقام اللي هي واعده، ولكن يجب ان نتجندوا يعني كل الطاقات وكل الامكانيات وكل يعني المساهمات من اجل اننا نوصلوا لهذه المستويات هذه اللي هي متضمنه في الوثيقه المتعلقه بهذه المساله ديال اعداد التراب. في الجهه ديالتنا لو كان ماشي هو دابا سيدنا الحركه الجهه، الجهه ديالتنا غادي توقف نهائيا. اذا كنشكروا سيدنا على هذا العمل اللي دار وعلى التتبع ديال الاشخاص اللي دار، وخرج هذا العمل يمن يد هاد السياسيين والمنتخبين، هو اللي قبل هذا الشيء، ودار الشركه المسؤوله على الشركه الجهويه اللي انجز هاد المشاريع. كنشكروه، نتمنى له التوفيق.